شبيبة الثورة المنهزم في وهران في الجولة الماضية استقبل مولودية الجزائر المتعثر هو الآخر في لقائه السابق أمام اتحاد بسكرة في مباراة متأخرة لحساب الجولة الخامسة من عمر المحترف الأول. الثورة دخلت المباراة من دون مقدمات ونقلت الخطر لمنطقة المولودية وأظهرت نيتها في التسجيل مباكرا ليكرس المهاجم مسعودي ذلك بتسجيله هدف السبق مطلع الدقيقة الرابعة. ردة فعل المولودية جاءت بواسطة تسديدة بالخير التي كانت قريبة من إعادة المباراة إلى نقطة الصفر. عبد الرحمن حشود توغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى لكن تسديدته افتقدت للدقة اللازمة لتعديل الكفة، ومسعود توغل في الجهة المقابلة من الجهة اليمنى أيضا لكن المتابعة لم تكن بمستوى العمل الجيد لمسجل الهدف الوحيد. في الشوط الثاني دخل نسور الصحراء بقوة، الخطير مسعودي توغل داخل منطقة الجزاء وطالب بركلة جزاء لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب بحسب تقديره. المولودية سيطرت في اللحظات الأخيرة لكن دون الوصول إلى شباك المضيف الذي كان دفاعه في يومه من جهة. وتسرع أشبال نبي النغيز في الجهة المقابلة. ليعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز هام لشبيبة الثورة أمام الضيف مولودية الجزائر.